السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال نشرح عليه الخلايا العصبية في الذكاء الاصطناعي. هسيب لكم رابط أسفل الفيديو. طيب أنا دلوقتي عايز أبدأ الخلايا اللي بتستقبل المعلومات اللي هي الخلايا الإنبوت، فاجي هنا وأقول له إن أنا عايز مثلا واحدة اتنين يبدأوا يظهروا، دول اللي هيبدأوا يستقبلوا المعلومات. يعني مثلا لو أنا عايز أفرق مثلا بين كلب وقطة، فبيبقى عندي معلومات معينة ممكن من خلال النظر او السمع او كذا، او مثلا الحجم بتاعهم او شكل الودان او شكل الديل او شكل زي الشنب او الانف عند القطة والحاجات دي كلها. فكل ما بيزيدوا بشكل دوت كل ما يكون الامور اكثر دقة. يعني لو قلنا مثلا ان هو يفرق بين الكلب والقطة عن طريق الحجم، لا، ما ممكن يكون قطة كبيرة او كلب صغير، انما لما يكون بيقيس من اكتر من حاجه فالموضوع بيكون اكثر دقه. طيب خلينا نزود طبقه ثانيه، يبقى عندي طبقه للانبوت وهنزود طبقه كمان للاوتبوت، ممكن تكون بالشكل دوت. انا كده عندي طبقه للانبوت وطبقه للاوتبوت. ده هيبقى فيه يعني ابسط حاجه، لكن في العادي بنزود هيدن لاير في النص بالشكل دوت. كل ما بتزود الطبقات اللي هيدن لير فاحنا كده بنخش في التعلم العميق ونبدأ يبقى في موضوع اكثر دقه، وتبقى بتوصل دقه انت الانسان نفسه يعني ايه ما يكونش عامل حسابه، يعني برمج نفسه مش عارف ايه اللي حصل في الداخليا في الهيدن لير، وازاي قدر ان هو يستنتج معلومات ما كناش حاطينها له وما كناش قايلين له عليها بالشكل ده. نقدر نزود المسافة بين الخلايا اللي هنا. طيب ممكن نيجي بقى هنا ونقول له احنا عايزين ايدج ويدث، ونبدا ان احنا نعمل ايدج ويدث بالشكل دوت تبقى اكثر وضوحا. ايدج اوباستي نقدر نتحكم في الشفافية بتاعتها، ممكن نغير الالوان اللي احنا عايزين بالشكل دوت. فده النيجاتيف وهنا البوزيتيف والديفولت، ممكن نخليها على هيئه كيرفات بالشكل دوت. ممكن نتحكم في النوت كولر والنوت بوردر كولر. النوت كولر اللي هو بالشكل دوت مثلا، اللير سبيسنج المسافه بين الليرات، ممكن نعمل ارو هيد المعلومه جايه منين وراحه فين. بعد ما نخلص ممكن تعمل سيف اس في جي فيسيف لك الصوره دي. طبعا اس في جي تقدر ان انت تفتحها وتلاقيها ليرات وتبدا ان انت تتحكم فيها بشكل اكتر. احنا كده هنا عندنا الانبوت لير وعندنا الاوتبوت لير، وفي النص بيكون عندي الهيدن لير. دي اللي هي الاف سي ان ان ستايل. في عندنا الاي نت ستايل يكون الشكل بتاعه مختلف بالشكل دوت، وبرضه نقدر نتحكم فيه في موضوع الدبس، نقدر نزود فيها، نقدر ان احنا نعدل بالشكل دوت، ونقدر نتحكم في المسافه اللي بينهم. وعندنا اليكس نت ستايل بيكون بالشكل دوت، ونقدر نقول له احنا عايزينها رندر بالويب جي ال او الاس في جي بشكل دوت. نفس الفكره برضو نقدر نتحكم في الالوان بتاعتها.